لألعب ألعاب الفيديو. أدرس. أم لا أدرس؟ أدرس. أم لا أدرس؟ أدرس. أم لا أدرس؟ أنا الآن لدي عذر كبير. المدارس أغلقت أبوابها. فلماذا أشغل نفسي بالدراسة؟ كي تصيري مبدعة. أدرسي كي تعيش مكرمة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا فقه في الدين. لا تدرسي لا تضيعي وقتك. كون المكان ظلام. اقرأي لتصنعي من الموت حياة. كوني نورا كوني ربيعا. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. سوف تتحول الحياة إلى ممات والنور إلى ظلام. فلماذا تدرسين ولماذا تقرأين؟ اقرأي للمستقبل كي تبني مجتمعا، كي تصنعي حضارة. فنحن أمة اقرأ. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. أي مجتمع وأي حضارة هل تدرسين لمستقبل الضياع؟ أدرس أم لا أدرس؟ أدرس أم لا أدرس؟ أدرس أم لا أدرس؟ لا. خذوها سريعاً. مسكوتة كده قبل فوات الأوان. لا أمل في شفائها. خذوها إلى المقبرة مباشرة واكتبوا على قبرها بقايا تلميذة. ماذا أمل في شفائها؟ قلبها ما زال ينبض. اتصلوا بالطبيب. لابد أن تفتح أبواب العلم للتلميذة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له طريقا الى لم تمت لا زالت بخير. هناك امل في شفائها. لم تمت لا زالت بخير. هناك امل في شفائها. ما زلت أحب الحياة وأنفض اليأس. فخذوا بيدي لنصنع معاً.